بسم الله ومعايا اول درعي على الصباح. هذه هي اللوليه كتنط فيها العافيه. كاين شي بحال الحوت طريف في المصيد. هذه الدرعيه ديالنا واجده صافي منقيه حيت لها المصار. غايلصق في الحجر. المهم بحال كرابت شي حاجه واعره، داكشي مخلط، الاحاسيس مخلطه. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنصاد لكم في الصباح بكري. هالفيديو غيكون فيه الصيد والطبخ. الحوت اللي غنصادوه في المصيد غنطيبوه هنايا في المصيد، يعني غناكلو الحوت الطري اليوم ان شاء الله. واذا شبرنا شي حاجه ما شبرنا والو، هالفيديو اصلا ما غتشوفوش. يلا خليكم معنا، نوجدوا المعدات ديالنا باش غنبداو كنصادو. غنستهدفو ان شاء الله بالدرجه الاولى والدرعي. يعني الدرعي كيكون في الصباح، كيضرب الصباح مزيان. ما شبرنا شي درعي، ما جبتش معايا الشبكه الطراح باش غنصيدو بها البوري. يعني غنمشيو بحال هكا، هالفيديو ما غتشوفوش. هادشي كامل كنعدلوه ليلكم، واخا كنشبعو تماره. انتم خصكم غير تشتركوا معنا الى كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي. ما تنساوش انكم ضغطوا لتحت شاركوا معايا في القناه، فعلوا معكم زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. الى كنتوا الاخوان ديجا مشاركين معايا في القناه، ضغطوا لتحت عدلوا لنا الاعجاب بالفيديو ضروري الاخوان، ملي لايك وعدلوا لنا شي تعليق اسفل الفيديو باش كتحفزونا اننا نعدلوا لكم الجديد. يلا خليكم معنا نبداو نصادوا، واي حصيله غنبارطاجيها معكم. نبداو نصادوا بهاد ليلور هادو ولا هالربالة. غنشبرو هادي. دابا غنبداو نصادوا. بسم الله، ومعايا اول درعي على الصباح. كنطلبوا من الله ما يهربش. بارك الله. تبارك الله، هذا أول درعي اليوم على الصباح. هذا فيه واحد 600 الجرام 700 الجرام. مليهن والله إلا مليهن. لونة. هذا أول درعي هذا الصباح، تبارك الله الخير. هذا فيه واحد 600 الجرام زايدة. غنزلوه وغنزيدو نصادو على الله، نشبر لكم شي واحد اخر. ونحيدو اللور ديالنا بعد نتليهن. هو هذا الخير ديالنا. غنزلوه ودعيو معنا نشبرو شي واحد اخر.
تبارك الله ما تحشمناشي، عملنا السبت وكنا على الله وربي ما حشمناشي. واحد درعي هنايا هذا قيز للطحية فيه كثر من نص كيلو، غنمشيو نجمعوا العواد باش غنشعلوا العافية عاد غنرجعوا نقيو الحوتة ديالنا. غنوجدوا البلاصه د العافيه وعاد غنمشيو نوجدوا الحوته ديالنا ونجيو نشعلوه. هذه هي اللوليه كتنوض فيها العافيه. البلاصه اللي غنشعلوا فيها العافيه صافي واجده، دابا غنمشي نقيو الحوته ديالنا ونرجعوا نشعلوا العافيه. غنحيدلو البشره هي اللوليه وعاد غنحيدلو المصارن وغنقسموه على جوج. بسم الله غنحيدو البشره هي اللوليه، تبارك الله الخير. كاين شي فحال حوت طريف في المصيد، كيما كتشبر الحوت كطيبو في المصيد كتجي شي حاجه واعره. نقيتها حيت لها البشره، دابا غنفتحو لها الكرش ديالها. بسم الله هاد الدرع علاش كيتغدى هاد الساعة؟ هادا كانكريخو، ماشي فاسوخة الكحلة، هادي الخضرة دالرمل. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واكل خمسة. هاد الدرعية ديالنا واجدة صافي منقية حيت لا المصارن، دابا نقسمها على جوج. بسم الله بهذه الطريقة غنشويو الحوتة ديالنا. درعي هيدا كيجي مشوي واعر، ولكن خسارة اليوم جا الفيديو على غفلة، ما جبناش الملاح وما جبناش البراد اتاي، كان غادا تجي شي حاجة واعرة، ولكن اليوم غنقضيو بهذه الطريقة وباقي الأيام إن شاء الله. دابا غنشعلو العافية ونشويو هاد الحوت، صراحة شي حاجة واعرة. يلا خليكم معايا. العافية ديالنا ها هي واجدة، غنستناو هادشي يتفحم شوية وغنعدلو الحوتة ديالنا الطيب. جمعت هاد الحجار هادو صغارين وغسلتهم، هادو هو اللي غنطيبو فوق منو الدرعي ديالنا. ما غنزلوها مشي ديريكت للجمر، غنعدلو هاد الحجرات غيسخنو مزيان وغنعدلو الدرعي ديالنا ولا القاروس ديالنا يطيب على خاطرو. صافي غنجيب ديك الحجار غنسد فيه من هنايا العافيه. دابا صافي الفحام تفحموا كما كتشوفوا، ما بقاتش العافيه بزاف. غنسد فوق ديك الحجار غيسخنوا، غنعدلوا فوق منه الدرعيه ديالنا. ما نعدلوش الدرعي ديريكت للفحام،
كيتلاق هذه الكحوله وهضر ما غيلصق في الدرع. وكما كتعرفوا الدرع يعني شي حاجه واعره خصنا نتهلاو فيه، نفرشوا له الحجار هو الاولي. يلا خليكم معنا نجيبوا ديك الحجار ونعدلوهم هنا. السمكة الدرع ديالنا هي هادي أولا القاروس. طريقة قسمناها على جوج، دابا غنبداو نشويو فيها. بسم الله نفتحوا هاد الدرع هيدا على جوج، غيلصق في الحجر. بهذه الطريقة واعر غيجي. نستناو يطيب من التحت عاود نقلبو. ما نشهيكمش حتى يوجد. على ماذا قشع الواعر غير سمحوا لي. كنسى هاد التمارة كاملة ملي كتقيص ولا توجد الماكلة وتاكل في المصيد، ولكن طلع فيه واحد اللذة والله إلا واعر. واحد المذاق بحال بوزروك بحال المهم بحال الكراب، شي حاجة واعرة. هذاك الشيء مخلط الأحاسيس مخلطة. يلا غنستنى واه يطيب، انا غنسالي واقيلا غير هنا، غنسالي فوق العافيه. هادو نعطيهم من لونا هاك. عرفتي على الدشع الواعر؟ والله الا خصكم تجربوا هادشي ملي تمشيو تصادو. شبروا الحوت في المصيد وشويوه في المصيد، داكشي كيجي طري واعر. وتعلموا تصادو، ضروري تعلموا تصادو باش تبقاو تاكلوا الحوت طري. صافي العافيه طفيناها. ونمشيو دابا نكملوا الصياده ديالنا. صافي الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. الفيديو هنا كيتسالى كما كتشوفوا، جمعت المعدات ديالي وجا طره. جبرتوني ماشي بحالي دابا، قوسنا واحد الصباح يعني هاد الصباح قوزناه واعر انا ولونا. شبرنا الحوت، شوينا الحوت وكلينا الحمد لله، شبعنا الصراحة. جا الدرعي مشوي بهاد الطريقة فوق الحجار، جا واعر واخا مسوش شوية ولكن واعر. والله إلا جا واعر، خاصكم تجربوا هادشي ورجعوا عليا. ما غنزيدش نطول عليكم كثار من هيدا. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا الفيديوهات ديالي، ما تنساوش أنكم تهبطوا لتحت، اشتركوا معايا في القناة وفعلوا معكم زر الجرس باش كتوصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. اذا كنتوا الاخوان ديجا مشاركين معايا في القناه، حتى انتم هبطوا لتحت عدلوا لنا الاعجاب بالفيديو وخليوا لي شي تعليق اسفل الفيديو. كما كتعرفوا كنجاوب جميع التعاليق ديالكم باش كتحفزونا وتعطيونا شويه الطاقه نعدلوا لكم الجديد. ما نساوش الشعار ديالنا، لسنا الافضل لكن لنا اسلوبنا الخاص. نلقاو شي فيديو اخر وموضوع اخر. مع السلامه. بسم الله. اللي يعرف هاد البيطات داياش غنعرفو جديد. طالع في الطريق جبارتم عندها جوج هنايا، اللي غيعرفهم غنعرفو جديد. غنرجعو هاملة.